يناقش القادة الأوروبيون في بروكسل ملف التصعيد في غزة وسط مطالبات بلجيكا وأسبانيا والدول الأخرى بالضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار يتيح إدخال المساعدات الإنسانية. كما يبحث القادة الأوروبيون مسألة فرض عقوبات على حماس وأيضا موضوع فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية. تنضم إلينا من بروكسل مفدتنا عزة غريبة. عزة، إذن نقاشات حادة، لكن موضوع فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين اليوم يبدو أنه يعني مقاربة جديدة بالنسبة لكثير من هذه الدول الأوروبية بجانب ملفات عديدة أكثر. إليك يعني الرسالة. تماما ماجد، وفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية، قالت أو دافعت عن هذا الأمر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين قبيل هذا الاجتماع في القمة الأوروبية، وكان مطروحا على طاولة وزراء الخارجية الذين يحضرون لهذه الاجتماعات. كان مطروحا على الطاولة موضوع عقوبات على حركة حماس وأيضا عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، وهذا الموضوع كله، الملف بأكمله، الشرق الأوسط مطروح على الطاولة، إضافة إلى ملفات أخرى تحدثنا عنها في النشرات السابقة مثل أوكرانيا ومسألة الهجرة والميزانية الأوروبية. والآن في هذه اللحظة يصلنا بأن الزعماء الأوروبيين لم يتفقوا على أي نقاط أو أي قرارات تتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، ولن يكون هناك أي استنتاجات رسمية حتى هذه اللحظة. هناك حديث عن أن نقاشا استراتيجيا كما وصف قد جرى، وبأن المناقشات ستستمر في المستقبل. إذا ما تأكدت هذه المعلومة المتداولة في كواليس هذه القمة، فنحن لا ننتظر أي نقاط أو قرارات في البيان الختامي الذي من المقرر أن يخرج بين دقيقة وأخرى، وهناك مؤتمرات صحفية منتظرة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية فاندرلاين، إضافة إلى رئيس وزراء إسبانيا بعد دقائق من الآن. من بروكسل مفدتنا عزة غريبة، شكرا جزيلا لك.